سمعنا إن في حريق هائل حصل في أحد المصانع في العمرانية، مصنع الشبراويشي. تمام، معانا زميلنا محمد أسد يقول لنا الوضع إيه بالظبط عنده. محمد مساء الخير. يا محمد، محمد، محمد طبعا واضح ان هو في مكان الحريق، لكن نحاول نطمن نعرف بس يعني الموقف ايه عنده. قوات الحماية المدنية ازاي بتتعامل مع المسألة؟ في اسباب يعني شبهات جنائية ولا حريق نتيجة لايه؟ محمد رجعت لي يا محمد، مساء الخير. ايوه يا محمد، اوصف لي الوضع عندك يا محمد والمعلومات اللي عندك. ايوه يا محمد، سامعاك انت على الهوا. استاذه لبنى، احنا هنا أيوة. في شارع العمرانيه، في العمرانيه في شارع الزهراء. أيوة. مصنع الشبراويشي للعطور. ايوه. الحريق هائل، حريق كبير جدا في المنطقه. ايوه. عربيات الاطفاء مش قادره تسيطر على الموقف. وعربات الاسعاف موجوده اهل المنطقه، والمشكله ان المصنع موجود في وسط كتله سكنيه. عندك كم عربيه مطاف يا محمد؟ أيوة أستاذة، عندك كم عربية مطافي؟ يا أستاذة، أيوة بقول لك يا محمد، عندك كم عربية مطافي؟ أنا المنطقة هنا طبعا سهلة وحالة كبيرة، لأن المصنع في وسط كتلة سكنية. الحريق بقاله قد إيه طيب؟ الحريق أدي من حوالي ساعتين بس، عمال يزيد، لأن زي ما أنت عارف بيزيد. إن عشان طبعا حاجات مبنى على الغازات والكيماويات، فالحريق بيزيد أكتر. لا حول الله يا رب. طب هل في عندك أي يعني الناس أخبارهم إيه؟ الحمد لله مفيش إصابات؟ المفروض عايزين، المفروض إنهم يشوفوا أي حاجة من قبل الجيش، لأن دي منطقة سكنية كبيرة جدا، ممكن يحصل كارثة بعد ومتوقع فعلا لو فضل الوضع أكتر من كده، لأن أنا قدامي الوضع عمال يزيد أكتر فأكتر. طب يا محمد، انت رسالتك وضحت اهي، وصلت على الهواء، واحنا برضو زمايلنا بدورهم هنحاول نشوف ونتابع الموقف ونشوف الجهات المعنيه اللي تتواصل في القصه دي. زي ما محمد بيقول طبعا حريق في مصنع عطور، يعني دي قنبله، خلينا نتكلم كده بشكل مباشر، وانه بيقول الحريق بقاله ساعتين، المطافي لسه مش قادره تسيطر على الموقف، نحاول نشوف تطورات الموضوع ايه ان شاء الله خير باذن الله تعالى.